ما ضحكتش يوم على نفسي وقلت كلام مش فيا، ولا يوم فكرت اتمنى حاجات اصلا مش ليا. من وجهة نظر الدنيا دي فعلا جاية عليا، مشكلتي ان انا عايش بس ده مش زماني ووقتي، وفي قلبي حاجة تعباني وهم كبير فوق طاقتي. وسامحني يا ربي كلامي ده كان احساس من دقتي.